في حالة غضب من المواطنين على الحكومة بسبب قرار رفع أسعار أسطوانات الغاز واللي وصلت ل50% للقطاع التجاري والمنزلي. طيب دلوقتي الحكومة شالت كل الدعم عن الغاز ولا لسه في زيادة تاني؟ وإيه مصير توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وسعره هيوصل كام دلوقتي؟ بانكير نبض البنوك. قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز كان صادم للمصريين، خصوصا ان في عدد كبير من الأسر اعتمادها بشكل كامل بيكون على أنبوبة الغاز، ولسه في بيوت كتير خدمة الغاز الطبيعي ما وصلتش ليهم، وطبعا الزيادة الجديدة هتزود أعباء مالية جديدة على الأسر المصرية. طيب هل الحكومة لسه بتدعم أنبوبة الغاز بعد الزيادة الأخيرة واللي حصلت في أسعار أنبوبة الغاز؟ الدكتور مصطفى مدبولي عمل مؤتمر صحفي علشان يوضح للناس أسباب زيادة الأسعار وتطبيق الزيادة الجديدة على أنبوبة البوتاجاز، وقال إن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتكلفة الأسطوانات الواحدة على الدولة بتوصل ل 340 جنيه، وكانت بتتباع بسعر 100 جنيه، يعني دعم الحكومة في الأسطوانة الواحدة بيوصل ل 240 جنيه، وبيوصل إجمالي الدعم اللي بتخصصه الدولة لأنبوبة الغاز ل 60 مليار جنيه سنوياً، وطبعاً بخلاف دعم المواد البترولية التانية. الزيادة الجديدة كانت هي محاولة من الدولة لتقليل حجم الخسائر والدعم اللي بتتحمله. طيب ليه الدولة أخذت القرار في التوقيت ده بالذات؟ الحقيقة في أكتر من سبب خلى الدولة تاخد قرار زيادة أسعار أسطوانات الغاز في الوقت الحالي. واحد من أهم الأسباب دي هو التغيرات الجيوسياسية اللي بتحصل في أغلب دول العالم، واللي طبعا ليها تأثير مباشر على أسعار الطاقة في الدرجة الأولى. وحاليا أسعار الطاقة تضاعفوا بشكل كبير، وبالتالي الدعم اللي بتدفعه الدولة المصرية لدعم الطاقة تضاعف هو كمان، ووصل لرقم صعب على الدولة إنها تتحمله، وكان لازم الدولة تتحمل جزء بسيط منه على المواطن عشان الدولة تقدر تكمل المتطلبات الموجودة منها وتقدر تكمل مسيرتها للآخر. طيب ايه مصير الغاز الطبيعي وسعره هيوصل هو كمان لكام؟ جزء كبير من اتجاه الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل هو تخفيف الدعم الحكومي لصناعات الغاز، خصوصا انه بعد الارقام اللي اتكلم عليها رئيس مجلس الوزراء فكده الدولة بتتحمل فاتورة تقيلة جدا، وعشان كده الدولة خصصت 3 مليار و500 مليون جنيه لبرامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة. وفي الوقت الحالي ملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل اصبح في مقدمة الملفات اللي تم ادراجها بالموازنة الجديدة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بيستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة، وده كله بهدف تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.